الاول النصراوي في الدقيقه 42 من زمن الشوط الثاني، الدقيقه 42 يسجل ماجد عبد الله على اثر ضربه جزاء هدف التعادل لصالح فريق، هدف التعادل لصالح فريق النصر يتسجل من خلال اللاعب ماجد عبد الله. شوف، وهذه ضربه الجزاء اللي نفذها ماجد اللي حطها على يسار مو سعيد لتعلن هدف التعادل لفريق النصر، هدف التعادل لفريق النصر اللي جاء في وقت الحقيقه لا يتمناه الاتحاديون. الوقت الشوط الثاني الاضافي نلعب في الوقت بدل الضايع، وفي هذه اللحظه اعزائي المشاهدين اخواني الرياضيين اطلق حكم المباراه صافرته معلنا عن نهايه الشوط الثاني الاضافي منتخبنا للناشئين الان. والضربه الاولى، الضربه الاولى لصالح النصر، وماجد عبد الله راح ينفذ الضربه الاولى، ماجد عبد الله راح ينفذ الضربه الاولى النصراويه، وهدف سجل ماجد الهدف من خلال الركله الاولى احمد جميل وشاكر الليان، وحطها احمد جميل، حطها احمد جميل. وفي متابعه دقيقه من سمو راعي المباراه، وصد الكوره مو سعيد، يصد كوره سعود الحمالي، سدد وداخل المرمى، داخل المرمى عبد الله جابر، يقدر يشوط، شوط داخل المرمى، داخل المرمى ناصر المرشد يسجل الركله الثالثه لفريق. هل يتعادل؟ هل يسجل؟ سجل، سجل اسماعيل حكمي، سجل اسماعيل حكمي، يساعد الطرير، يساعد الطرير ويسجل داخل المرمى، داخل المرمى الهدف الثالث، الهدف او الركله الثالثه للركله الرابعه. وجبرتي هل يسجل؟ هل تضيع؟ وفعلا وفعلا يصدها حارس المرمى، ترى سجلها ولا يصدها مو سعيد، وداخل المرمى، داخل المرمى مروان، مروان وداخل المرمى، داخل المرمى، وتعادل تحمس وليد الطريق، وليد واللي يدعي واللي يقول ان شاء الله تجي واللي يقول ان شاء الله ما تجي، ويحطها مبروك، مبروك فوز الفريق الاتحادي، مبروك مبروك فوز الاتحاد بكأس حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد. نقول للاتحاد مبروك، ونقول لفريق النصر حظا اوفر، ونتمنى له عطاء جيد من خلال المواسم القادمه. ويوقع سموه على الكره تذكارا لهذه المباراه، كما يتشرف رجل الخط محمد البشري وعبد الله العديل والحكم الاحتياطي عبد السلام شرف بالسلام على سموه ولي العهد يحفظه الله واستلام ميدالياتهم. وفي هذه اللحظة يتقدم رئيس نادي الاتحاد الأستاذ أحمد مسعود ويتسلم الكأس، كأس سمو ولي العهد الأمين، بعد أن استطاع الشباب، بعد أن استطاع الاتحاد من خلال جهد بارز وحافل أن يكسب هذه المباراة بالضربات الترجيحية، كما يتسلم لاعبو الاتحاد ميدالياتهم. يلعبها تلعب ضامن رزاع وتتخلص، وفي كش تسلل وعواد يجرب نفسه، ولكن تلعب ناحيه اليمين وتنقل لعواد من جديد داخل منطقه رزاع، عواد يحاول يلعبها وتلعب وكره بالراس، الله، متابعه حلوه، متابعه حلوه وكره حلوه من الشباب، سريعه وخطا تلعب، القادسيه مرتبكين في اخر نص دقيقه، وكرة اللعب وكرة مشتركة وتتخلص وترجع مرة ثانية الرومي، ارتباك القدسي يعطي فرصة للشباب للتحرك أكثر والضغط، توصل الكرة ناحية اليمين خالد الدوسري
خالد الزهر يتعدي منه وترتطم وترجع مرة ثانية، لازم تضرب الكرة والوقت الأصلي انتهى وترجع مرة ثانية إلى اليمين إلى أحمد البيشي، أحمد البيشي إلى لؤي السبيعي. وفي هذه اللحظة أيها الإخوة والأخوات أعلن حكم المباراة محمد سويين اللي ظهر معك بالشاشة ويبتسم لأن اللقاء نظيف وحلو. انتهى الشوط المباراة الثاني بتعادل الفريقين أيضا. وأهلا وسهلا بكم. بدأ الشوط الإضافي الأول قبل قليل وأخذ الشباب يسار السادة المشاهدين. حسين الصادق الوقت الأصلي انتهى. وفي هذه اللحظة أيها الأخوة والأخوات أعلن حكم المباراة محمد سويل عن نهاية هذا الشوط الإضافي الأول. حكم المباراة يشاور رجال الخطوط. الوقت الإضافي آخر شوط من المباراة. ما في هذا الشوط الرابع، ما في شوط خامس، ما في، خلاص شوط رابع شوط خامس في الخيول، حنا في كرة القدم شوط رابع فقط. وضربات ترجيح بعدها نرجع مرة ثانية للخلف. رمز العصيمي، الله الله، شوف الشباب، شوف 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 الشباب في الشوط الإضافي الثاني، في الشوط الإضافي الثاني الأساسي جاءت فرصة قبل دقيقتين، وهذه فرصة في الشوط الإضافي الثاني قبل دقيقتين من نهاية المباراة. شوف عدت عدت عدت، الله شوف الفرصة، الله هذه بالضبط زي الفرصة اللي جات للشباب قبل نهاية الشوط الثاني، الشوط المباراة الثاني قبل دقيقتين حصلت فرصة نفس المرمى نفس المكان نفس المكان. الرومي ضيعها كابتن الشباب البيشي وقف داخل المرمى. وهذه عبد الله مبارك والفرصة التاريخية للقادسية، الفرصة التاريخية للقادسية اللعب مبروك لكم، والله متعادلين بكل شيء، ألف ألف مبروك. هنا هنا أبو خليل، أبو رهيب، أبو رهيب هنا، خليل خليل. وتبدأ المباراة في شوطها الأول. فؤاد أنور بالعرض لعبد الله الحارثي، عبد الرحمن الرومي، شرف فؤاد انور، ودي من ابرز مهمات فؤاد حيلعبها لسعيد عويران، حينطلق سعيد، هو المرمى هو المرمى، حيشوف الجول وجول جول بيسجله سعيد العويران. الدقيقة 38 من شوط المباراة الأول، شايفين سعيد انطلق بكل قوة وما حصلوا الخليوي وحطها في المرمى. إذن سعيد عويران والهدف الأول، يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم نادي الشباب بهدف مقابل لا شيء، سجل سعيد العويران في الدقيقة 39 من شوط المباراة الأول. سعود السمار، ويبدو أن الاتحاد مع بداية الشوط الثاني مصر على تخليص الهدف الذي ولج مرماه في نهاية الشوط الأول، وكرة عرضية وبالرأس ويسجل الاتحاد، يسجل الاتحاد الهدف الأول له، هدف التعادل نزار عباس ويسجل هدف التعادل. إذن واحد لواحد ولا تغيير بين الفرقتين. كرة دي ارتدت له في موقع أسهل لكن ما كان يتوقع بهذه السهولة. محمد سويد بيجري مع خالد الزيد و في خطأ على خالد الزيد لصالح محمد سويد. محمد سويد طبعا وما يهم الفلينة، يهم انه ما قدر يكمل الهجمة. هذه كرة نزار عباس كانت الواقع في زاوية افضل، ولكن جرأة وبسالة من سعود السمار
ومتابعة من عواد استطاع انه هو يلعبها بسرعة او اجبروه على انه يلعبها بسرعة وانصدت. جبرتي الشمراني حيلعب الخطأ لصالح الاتحاد احسن من ضربة زاوية لانه المرمى كده مواجه ومكشوف اكثر باتجاه المرمى وبيبعدها على طول عواد. جاري القرني صلي على اسماعيل الحكمي. اسماعيل بيحاول يجري ومعاه اثنين لعبها عرضية حلوة بيشيلها الرومي عبد الرحمن ومررها سريعة ناحية فؤاد انور داخل اسماعيل الحكمي تطول يقطع الخليوي ياخذها فهد مهلل وماشي في هذا المهلل ويحيى جاكو بيشاور له بيقطعها على طول عبد الله جابر وطلعها رمية تمس. واقع هذه الرعاية لن ينساها الرياضيون لأن تدفعهم في الواقع. سعيد حيشوت المرمى بيشوت وحسن خليفة بيصب للمرة الثانية. ينفرد سعيد بالمرمى ومتابعة من كل الحضور لأنه كانت لحظة الواقع كدنا أن نشهد فيها هدف ثالث في المباراة وثاني للشباب. هذه إعادة لها مرة أخرى وبيرتمي عليها حسن خليفة. بعدها هناك عبد الرحمن الرومي عبد الله جابر بيتركها عبد الله جابر تطلع رمي التماس لصالح الاتحاد بيلعبها بسرعة لأحمد جميل. أحمد جميل عبد الله جابر. محاولة الآن للشباب محاولة للحارثي وحارثي يعدي داخل منطقة الجزاء يعدي كرة خطرة تلعب كرة ترجع مرة ثانية تلعب وترجع مرة ثانية. سدوس يحاول يعدي سدوس يعدي ومرتدة سريعة مرتدة سريعة للرياض وسدوس ينطلق ناحية اليمين وخطأ خطأ 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 قريب من الدائرة وسدوس بداية سريعة 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 بداية سريعة 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 للشوط الثاني بداية سريعة للشوط الثاني. هذه عادة سدوس اللي انطلق ردا على الهجمة المركزة اللي بدأت وانتهت من قدم عبد الله الحارثي او بعفو عشرين عبد الله. شريف سموكم الكريم للمباراة امتدادا للرعاية الكريمة اربع حرة واربع حرة مباشرة في منتصف ملعب الشباب قريبا من الدائرة تقريبا اقرب للدائرة والنجراني قريب وايضا جلبرتو وقت اللعب يرتطم المترجع مرة ثانية في اليمين عواد العنزي حركة حركة عواد العنزي يحاول يعدي ويلعب كرة أمامية سريعة أرجان يحاول يمر ويلعبها ناحية اليسار منصور يندو لا بلادي كوما بلادي كوما وخطأ تلعب سريعة لكن حكم مراد يعيد الخطأ مكان الصحيح اللعب سريعة ناحية اليسار محاول عبد الله الحارثي ظهير أيسر الشباب المتقدم الآن وترجع مرة ثانية الى كلاوديو كلاوديو لعبها اماميه سريعه يحاول يعدي منها ابن محسن العبيد ابن محسن العبيد مرجعها للخلف يحاول عدي ابن محسن قريب من 18 واحد معاه يعدي 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 ويلعبها في القائم وتروح خارج ملعب ضربه مرمى خارج الملعب ضربه مرمى خارج ملعب ضربه مرمى لصالح الشباب وصول الشباب الرياض الان وصول الرياض لمرمى الشباب حرك ايفو من مكانه شوفه شوف شوف مره ثانيه ابو محسن عبيد حاول يعدي عدى فعلا عدى فعلا عدى ولعب الكره ما كان بحد لكن لعبت في القائم وراح خارج الملعب 27 دقيقه عواد العنزي عواد العنزي بيحاول يعدي وفي معاه عواد يرجع مره ثانيه يحصلها ويرجعها الى اليمين يعني يمكن اكثر مفرين في الملعب من نطول المطار هو حارس المرمى قد تتغير اتجاه الكرة في أي لحظة عليه كرة اللعب لا تبلغ الأرض طبعا وتوصل ناحية اليسار تتمرر عبد الغيزة تنقطع منها مرتد العبيد مرتد العبيد ويلعب كرة حلوة من العبيد ذكي ذكي جدا ذكي ذكي جدا وعدت من في العالم العارضة وراحت فرصة ذهبية للرياض راحت فرصة ذهبية تقدم تقل شوف شوف تقل تقدم الحمدان ما حصل الحمدان في العارضة في العارضة مرة ثانية يسدد وترفق المحافظ المرمى عبد الرحمن الحمدان أهدف 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 أهدف
الإضافية 28 دقيقة أضعيان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم من ملعب رعاية شباب مدينة جدة. في حين نادي الرياض لم يجد أي تغيير، بهجة يعيد الكرة الخلف للثنيان بدوره تركي الصوالح، تركي الصوالح للخلف للثنيان مرة ثانية، وخالد التيماوي يرفع كرة عالية بالمرمى ويرتقي سامي الجابر وعلى يمين ابراهيم الحلو ماشي كلاوديو يمرر وليد المدوح يلعب اليسار عنيفه وليد عنيفه ولعبه حلوه لعبه حلوه عنيفه لصالح ابن وليد المدوح واشترك صالح السلوب ينقذها ببراعه وفي خطا في خطا على ماركو في خطا على ماركو اشترك واخذ كارت اصفر في خطا على ماركو ماركو اشترك واخذ كارت اصفر وهجمه من عبد السبياني في اليمين لغد غشيان اول كره استلم فهد غشيان وماشي فهد غشيان وتلعب فهد غشيان ويدخل بين ثلاثه لاعبين يلعبها لسامي الجابر يرجعها ثاني ليوسف الثنيان كره خطيره جدا كره خطيره جدا بتلعب تحت المرمى فرصه ضاعت على الهلال من سامي اتلعبت واحد واثنين من الثنيان واتلعبت ثاني لسامي وبرضه ما زالت فيها خطوره سامي دخل السته هيرفع تصطدم ترجع ثاني لسامي ترجع ثاني لسامي الجابر بيراوغ سامي الجابر ويصوب ويصوب بعيده في حين كان الثنيان بيأشر له والغشيان بيأشر له اثنين شاغرين وتطلع كوره برا ارض الملعب الغشيان بيراوغ وسط غابه من السيقان ده مع عبد المحسن عبيد معاه خالد السويلي دخلوا عليه في لقطات حلوه تطلع زي لقطات التيلي ماتش تطلع في الاعادات الحقيقة مباراة حلوة ورائعة جدا وجدت حتى الآن 1-0 لصالح الهلال وفي هذه اللحظة أيها السادة أيها السيدات أيها الإخوة والأخوات ينتهي هذا الحفل الكبير هذا المهرجان الكروي الكبير اللي حضرته دي الجماهير الغفيرة ينتهي هلالي يسلم لقائد فريق الهلال يوسف الثنيان الكأس الذهبية مبروك للهلال مبروك للهلال وشيك أيضا ب200,000 ريال لفريق الهلال يوسف الثنيان لاعب المنتخب الوطني وقائد فريق وهذا سامي جابر أيضا لاعب منتخبنا الوطني واللاعب الموهوب ويرفع الكأس أيضا وحارس المرمى صالح السلومي حارس وأحمد بهجة اللاعب المغربي المحترف في صفوف نادي الهلال شكرا لجميع الفنيين والمصورين ومخرجنا لهذه المباراة الأستاذ طارق حريري وزميلي الزميل محمد رمضان أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوة الرياضيون في المملكة العربية السعودية وفي كل مكان يصل إليه إرسالنا هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أطيب تحية في هذا المساء الجميل من هنا من ملعب الحارثي ظهير اليسار بدوره لأياندو أياندو للواكد لعبها عالية جا سعيد ركبي حطها بالراس يا سلام يا سلام الهدف الأول الهدف الأول من فؤاد أنور الهدف الأول من فؤاد أنور لصالح الشباب فؤاد أنور يسجل الهدف الأول بضربة راسية رائعة رائعة كان حاول يلعبها لخالد الشنيع عواد العنزي لكن شاف فؤاد أنور في موقع استراتيجي فلعبها لفؤاد أنور وارتقى فؤاد أنور في الدقيقة 27 وسجل الهدف الشبابي الأول هنشوف الإعادة تاني ده جمهور الشباب فرحان
تعديل عادة دال خطأ ضرب حرة مباشرة عواد العنزي شافين فؤاد أنور ارتقى وحطها على يمين الحارس في الزاوية العلوة في المقص 90 وسجل الشباب الهدف الأول. شوف شوف سالسو رجع ورا يروح ناقلها في اليسار وفي خطأ في خطأ في خطأ على مصطفى إدريس يأشر انه في خطأ والخطأ ده من الأخطاء العشرة لأنه ارتكب داخل المنطقة التي يعطي فيها القانون ضربة حرة مباشرة فطالما أن الخطأ وقع في منطقة 18 في المنطقة المحرمة فهي ضمن الأخطاء العشرة نشوفها تاني نشوفها تاني داخل المنطقة داخل المنطقة نعم مصطفى إدريس يمدح ينفذ ضربة الجزاء وحطها في المرمى وأصبحت النتيجة بعد 33 دقيقة هدفين شبابيين مقابل لا شيء لنادي النصر هدفين شبابيين مصطفى إدريس رغم أنه عائد من الإيقاف بكرت أحمر لكنه ارتكب خطأ جسيما ولا سيما وأن فريقه كان خسران بفارق هدف فالكرة دي كان مفروض شوف ضربة البلنتي أو ضربة الجزاء حتى زاوية صعبة جدا ترمي رمية التماس بعدها مصطفى إدريس لاعب ناحية إبراهيم العيسى يلعبها طويلة وفي هذه اللحظة في الدقيقة 46 والدقيقة الثانية فقط في هذا اليوم وليست للجماهير الغفيرة التي تمتلئ بها مدرجات ملعب رعاية الشباب بجدة بسم الله الرحمن الرحيم ضربة البداية اتحادية والكرة مع بهجة بهجة براوغ 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 بالفعل موه وبالعكس بالعرض والهدف المرمى الكرة من بهجة أساسا بهجة ضربة حرابة ضربة حرابة لعبة فوق من بهجة وسالفة ومر من بهجة بحرافة ماشي بهجة وبعرض الملعب يعكسها رمضان الجميل وانزلق وخذ أحمد بهجة ومر أحمد بهجة وعكسها بالعرض وحطها كمانشو وافلت التبديل الدعيع وافلت التبديل الدعيع شوف شوف احمد بهجة شوف احمد بهجة وكان بالحقيقة كمانشو بدون رقابة فرحان ما حد قده لو شفنا نحن في مباراة الاتحاد والهلال حسن خليفة كان لعب دور كبير جدا حسن خليفة لعب دور كبير جدا في صعود ايضا الاتحاد المباراة النهائية في ركلات الترجيح امام الهلال وانتهت المباراة انتهت الحفلة ونزل جمهور الاتحاد الى ارض الملعب وفاز الاتحاد ما قصر ايها الاخوة المشاهدون الكرام هنا وفي كل مكان تصل اليكم هذه الصورة صالح الداود مصدر اطمئنان في دفاع الشباب ولاعبين على الارض النقل سريع داخل منطقة سامي تلاقص سيرجو بالمرمى سيرجو 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 في المرمى هي لمسة هي لمسة لمسة ويحطها في المرمى والهدف الأول سيرجيو 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 البرازيلي بيسجل الهدف الأول في الدقيقة 17 تقريبا من الشوط الأول الثاني من كورة قادها سامي الجابر بخبرة وبأداء جيد وبتمركز أيضا وبلمسة الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني وهذا سامي الجابر بيقود هجمة سريعة سامي وماشي سامي ومع العبيلي بيحاول يموه ويسجل في جهة المرمى وكرة خطرة وفي العارضة وتحط في المرمى الثاني الثاني الشلهوب 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 استثمر وتابع وما ضيع مجهود أبدا سامي الجابر صانع الهدفين الأول والثاني وكرة جميلة جدا وخطأ دفاعي شبابي وحاول حاول فيها راشد المقرن ولكن اصطدمت بالعارضة ورجعت للمتابع للذكي الشلهوب وحطها في المرمى هذه بداية الكرة شوف
شوف شوف سامي شوف سامي تابعها وسدد وفي العارضة ورجعت وهنا المتابعة هنا المتابعة فين في المرمى ويتقدم الهلال بهدفين مقابل لا شيء للشباب في الوقت الأخير من الشوط الثاني اثنين الهلال لا شيء للشباب أي شوف إلى نواف يمرر الكرة بينية سريعة جدا وعمر يحط الثالث يحاول يعدي يحاول يعدي اللعب وبجاء المرمى ومن الشلهوب ومن عمر الغامدي شوف بذكاء وفي زاوية صعبة جدا ومن منطقة ضيقة جدا لعبة كبار لعبة محترفين ولعبة لاعب ذكي جدا حاول ولعبها في زاوية ضيقة مع هذه اللقطة الجميلة بفوز الهلال على شقيقه الشباب بثلاث أهداف مقابل لا شيء سجل هذه الأهداف كل من سيرجو ومحمد الشلهوب وعمر الغامدي ألف مبروك لفريق الهلال مرحبا القوة الان طعمه كنا ترى خسرناه بس هالمره الحمد لله يا الله ان شاء الله شكرا تطوى بالتصفيق وحناجرها بالهتاف مرحبة بسموه ومعبرة عن سعادتها الغالية بهذه الرعاية الكريمة. وكما تابعتم في شوط المباراة الأول والذي جمع الاتحاد والاتفاق وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل بدون أهداف. الحسن اليامي الحسن اليامي هدف خطيرة في المرمى إعادة اللعبة يوم إعادة اللعبة جهز نفسه وحطها في الزاوية والله بيمينه والله بيمينه حسن يعني لاعب الكرة والهدف بيمينه ولو اللي لاعب يرجع من جديد سيرجو سيرجو يعديها تضغط وتنقطيع وحصل طريق الزوادي وركل الجزاء واضحة ركل الجزاء واضحة ركل الجزاء واضحة لصالح فريق الاتحاد وبطاقة أيضا صفراء على ناصر الحمدان ركلة جيلسي جيلسي الهدف الثاني الهدف الثاني في الدقيقة 15 الدقيقة 15 وبعد أربع دقائق من تسجيل الاتحاد هدفه الأول وإن شاء الله نتمنى أن يرتفع المستوى أن يرتفع المستوى من اللاعبين مشاهد المباراة الله مزيد من الإثارة مدرب فريق الاتحاد مباراة شوف إعادة شوف إعادة للهدف بندر خليل بندر خليل أو وهذه الكأس الذهبية كأس سمو سيدي ولي العهد يحفظه الله لمن ستذهب هذه الكأس لازلنا بانتظار صافرة حكم المباراة الدولية ناصر الحمدان ليعلن عن نهاية هذه المباراة الختامية وفي هذه اللحظة أعزائي المشاهدين الكرام أعلن الحكم الدولي عن نهاية هذه المباراة الختامية والنهائية لكأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين شاهد الاهلي فهد الشمري نايف القاضي عماد صديق محمد شليه عبد الغني في
في الوسط تيسير الجاسم صاحب العبد الله باولينو باولو انطونيو وابراهيم السويد، في الهجوم كيم وطلال المشعل. بدايه اللقاء المنطقه الخلفيه الاهلاويه بتقفل تماما وبيتابع ومحاولات من مسافات بعيده. شيكو في اليمين لاسلام الشاطر، حسين عبد الغني بيتابع وعرضيه وضربه راسيه في المرمى. ويعلن حكم المباراة باتيشتا نهاية المباراة. مبروك مبروك للاتحاد هذا الفوز الكبير، مبروك كأس سيدي سمو ولي العهد للأبطال، مبروك لفريق الاتحاد البطل، وحظ أوفر للاتحاد وحظ أوفر للأهلي، حظ أوفر للأهلي. كما نتابع أعزائي المشاهدين هذه الجماهير الغفيرة الاتحادية السعيدة بهذا الإنجاز بكأس سيدي سمو ولي العهد الأمير. عشاق الرياضة على المستوى العربي والخليجي والمحلي، ويحظى بنقد مباشر من العديد من الطرف. الآن يسلم سموه الكريم بيده الكريمة كأس هذه البطولة، كأس ولي العهد الأمين، إلى قائد نادي الاتحاد باسم اليامي ولاعب محمد نور، وترفع الكأس كأس سمو ولي العهد الكريم التي حصل عليها. فاز أيضا على الشعلة 4-3 وفاز أيضا على الأنصار ب4-2. إذا أطلق حكم المباراة الدولية عبد الرحمن الزيد صافي. اللاعب محمد شليبي يلعب كرة داخل منطقة 18 بالرأس، اللاعب أيها الإخوة مشاهدينا الكرام في تلفزيون المملكة العربية السعودية، بدأت أحداث شوط المباراة الثانية وجول الحسن اليامي. الحسن اليامي وهدف التعادل للاتحاد. الحسن اليامي فرحة حسن اليامي بوصول صاحب السمو الملكي ابن عبد العزيز، اعلن عن هدف التعادل للاتحاد وعن الهدف الاول الهدف المبكر في الثانيه 43 من زمن شوط المباراه الثاني. اذا التعادل والاتحاد يعود مره اخرى للمباراه بعدما سلم خالد الشنيف. خالد الشنيف بيلعب كرة جول أهلاوي. خالد الشنيف في الدقيقة 42 يضع الأهلي في المقدمة ويضعه أمام كأس سمو سيدي ولي العهد. شوف هذه الجماهير الأهلاوية المتعطشة لهذه البطولة. شوف
خالد الشنيف، خالد الشنيف بكل ثقة وبراعة بيلعب كرة، شوف بيلعب كرة على يمين حارس المرمى الاتحادي مبروك زايد، ويسجل الهدف الثاني ويطلق حكم المباراة صافرته معلنا انتهاء هذا اللقاء الكبير بفوز أهلاوي كبير على منافسه التقليدي الاتحاد وهذا الأهلي. واحدة من المناسبات الكبيرة التي نعتز بها دوما في كل موسم، وفي كل موسم لنا موعد مع مناسبات كهذه المناسبات التي تجسد الرعاية والاهتمام. ضربة البداية لفريق القادسية ياسر القحطاني تعود للخلف بسم الله وعلى بركة الله. شوط المباراة الأول ينطلق في المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد. الكرة ملعوبة للأمام تتهيأ مباشرة لمصلحة فريق القادسية، المحاولة والانطلاق على الناحية من وسط الملعب تحديدا، لكنها أيضا تعود للخلف لعبد العزيز الخطران. الخطران يتقدم من الناحية اليسرى، يمرر الكرة إلى محمد الشلهوب، الشلهوب يحاول يعيد الكرة للخلف إلى عبد العزيز الخطران. القحطاني للأمام تتهيأ الكرة خطيرة لمصلحة فريق القادسية والمحاولة للتسديد، والتسديد قوي وفي المرمى جول! جول! سوزا ينجح وسوزا يسدد بنجاح وسوزا يصل إلى الشباك وسوزا يضع فريق القادسية في المقدمة. هكذا تبدو تفاصيل هذه اللعبة بعد 18 دقيقة فقط، كان الفريق القدساوي بحاجة لذلك ليصل إلى التقدم. فريق القادسية يتقدم بهدف سوزا، سوزا اللاعب الذي نجح بالفعل باستثمار تمريره متقنة تماما. تابعوا تفاصيل هذه اللعبة مباشرة. كرة ملعوبة إلى سامي الجابر، وسامي الجابر يهيئها من جديد لمصلحة الفريق الهلالي. محمد الشلهوب يراوغ يتقدم للأمام داخل منطقة الجزاء في المرمى، جول! هدف التعادل محمد الشلهوب. الشلهوب روعة كبيرة تأتي من خلال هذه اللقطة والانطلاق للأمام والمراوغة للأمام، حلوة كانت بالفعل، ذكاء وفكر راقي يأتي من خلال هذه اللقطة. هدف التعادل للهلال يأتي مع الدقيقة 34 لشوط المباراة الأول. أوه حلوة اللعبة، حلوة الانطلاقة، والتعادل يأتي بعد ألعاب أمامية. تابعوا لعبة محمد الشلهوب، تقدم بنجاح كبير وراوغ بنجاح كبير وكسر خط الدفاع ثم اخترق مباشرة وسدد إلى داخل الشباك. الجابر ملعوب الكرة بشكل سريع، حلو تسريع اللعب على الناحية اليمنى. أحمد الدوخي، الدوخي يمر وهي كرة على من أمام محسن الشهري، يتقدم في الكرة للناحية اليمنى عرضية في مواجهة المرمى، في المرمى جول! جول! محمد العنبر يرجع من جديد ويعيد الهلال إلى الصدارة أيضا والتقدم أيضا ويعوض الفرصة السابقة. جول للهلال، هدف هلالي بعد كرة عرضية متقنة تماما. الهلال يعود للتقدم ومرة أخرى ينجح، وهنا محمد العنبر هو الأقرب براسية متقنة تماما، جاءت هذه المرة رغم المحاولات في كرة عرضية. تابعوا راسيه متقنه تماما لم يتصدى لها هاري العويض رغم محاولاته بالفعل في ابعاد الكره.
كرة أمامية هلالية، الهلال ينجح في تسجيل الهدف الثاني وينجح في التقدم وينجح في ذلك عن طريق البديل محمد العم. شيل التقوى. نواف لعبها ناحية اليسار وتتمرر من كوماتش يلعبها أمامية النقيل وتمرر 18 بيحاول يلعب ويحاول سدد جول جول نواف الدمياط نواف الدمياط شوف 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 الله 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 يا سلام عليك نواف الدمياط جميل جدا نواف الدمياط يلعب كرة ذكاء قبل ان يكون ذكي جدا هذا اللاعب شوف قدمه والله لعب براسه قبل قدمه عمر 64 95 2000 2003 2005 كرة ملعوبة أمامي سامي الجابر سامي الجابر بيحيي نفسه وكرة ملعوبة الجمعان الجمعان للجابر والله حلوة 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 وقت بدل ضايع الهلال أيها الأخوة والأخوات ينهي اللقاء بفوزه بهذه البطولة وهي البطولة الثانية هذا الموسم بعد كأس سمو الأمير فيصل بن فهد رحمه الله هذه البطولة الثانية استمرار لعقد البطولات من العام الماضي حتى الآن يحتكر هذا الزعيم زعيم البطولات زعيم الأندية السعودية يحتكر البطولة أيها الأخوة والأخوات ألف مبروك للزعيم ألف مبروك لهذا الفريق الكبير الذي يعني حصل حقق لقاء هام ولقاء رائع ونأمل أن نصل إلى ذروة المتعة والمشاهدة لهذا اللقاء الكلاسيكي أو الكلاسيكو أو التقليدي الكبير كما نتابع الحضور مبكر من عصر هذا اليوم أو من بعد صلاة الجمعة والملعب قد امتلأ نتابع الجماهير الأهلاوية ولقطات أخرى للجماهير الاتحادية إلى جهة اليسار كايو كايو بيلعبها خطيرة بيحاول يمر وتيسير في المرمى جول جول تيسير الجاسم تيسير الجاسم بيسجل الهدف الأعلى الأول في الدقيقة 35 جول أهلاوي جول أهلاوي من كرة ملعوبة جميلة للأهلي بتيسير الجاسم لاعب الوسط الفنان اللاعب المقاتل بيدخل من بين المدافعين شوف كايو شوف كايو حاطها تيسير تيسير كبر كبر تيسير بيعدي بيلعبها شماله في المرمى الهدف الأول للأهلي الهدف الأول للأهلي شوف تيسير الجاسم تيسير شوف يحطها بمر أعصاب هادية مهارات فردية كرة بشماله بيسجل الهدف الأول للأهلي محمد عيد محمد عيد بيحاول يمر محمد عيد بيحاول يمر بيلعب على جهة اليمين كايو 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 بيحاول يمر بيلعب على اليمين بيلعب عرضية وخطيرة وفي المرمى جول جول خلصها مالك نعاس خلصها
ذلك معاد بالشباك الاتحادية. كاس غالية 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 وثمينة كاسي بسمو ولي العهد في هدفين للأهلي، هدفين للأهلي. مالك معاد بكل الكرة الحية وبالعبها وفي المرمى، في المرمى الهدف الاتحادي الأول، في المرمى الهدف الاتحادي الأول. بيسجل الاتحاد الهدف الأول في مباراة قد تكون دراماتيكية. ثلاث دقائق متبقية، ثلاث دقائق متبقية، اثنين الأهلي. شوف شوف الكرة لعبها، شوف بيلعبها الحسن كيتا، والهدف الأول للاتحاد. 2-1، 2-1 للاتحاد، والكرة الملعوبة أمامية على جهة اليمين لمان. على يمينكم الهلال وعلى يساركم الاتفاق، يلعب للاتفاق عدنان السلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، انطلقت المباراة على اليسار، السلمان ورشد الرهيب وزياف البيشي وجمعان الجمعان ومشعل السعيد وعلي الشيري ومحمد روبيز وصلاح عقال وصالح بشير والبرنس تاغو. الهلال محمد الدعيع، ماجد المرشدي، مارسيلو تفاريس، عبد العزيز الخسران، عمر الغامدي، خالد عزيز، خالد العنقري، احمد الفريدي، محمد الجلوب، ياسر القحطاني وطارق التايب. انطلاقة اتفاقية وتغطية للهجمة الاتفاقية من صلاح عقال. كوزمين على اعصابه واقف، مدرب الاتفاق اوليفيرا مهدي البرتغالي. تفريس طويلة لياسر القحطاني، يحاول ياسر ان يحصل عليها، يسيطر عليها، جول! جول هلالي! القحطاني عد وهد واهدى، عد وهد واهدى، عد واهدى واهدى. الهلاليين هدفا مطمئنا ومبكرا في مرمى الفريق الاتفاقي. جول! برافو ياسر، برافو! شوف الإعادة، لعبها مباشرة داخل المرمى الاتفاقي. سنتابع لعب حلو، سنتابع أداء حلو. إذا ياسر يسجل للهلال مع الدقيقة السابعة. قبل شوية قلنا ما في دس نبض، الكل يبغى يسجل، الكل يبغى يقتنص المباراة. تاغو يهيئها بالمناسبة، خطأ لصالح الهلال، اللعب من التاي بشكل جميل، بلنتي للفريق الهلالي، بلنتي للفريق الهلالي. وإعاقة وبطاقة، قايلكم البطاقة قريبة، البطاقة قريبة. مشعل السعيد يعيق المندفع الهلالي لكرة التايب طارق التايب ليحصل على ركلة جزاء لصالح تفريز. 35 دقيقة، أما 2-0 ولا تبقى على 1؟ وقف يقول له تفريز مندفع، وإعاقة واضحة واضحة واضحة. إذن شوف مرة أخرى أمام الهلاليين البرنس الليبي طارق التايب كما يحبونه. جول! هلالي ثاني، يقرب الهلاليين، أقول يقربهم، يقربهم ولا يصعد بهم إلى منصة الليلة، يقربهم بشكل كبير. 2-0 للهلال، جنة جنون الجماهير الزرقاء هنا، ولكن لم تحسم الأمور بعد كما يقول زملاؤنا، ليس بعد. إذا ننتظر 2-0 الأزرق والأبيض متقدم على مركب الزياني.
لكن الموج الأزرق أخفى عن نوخذ الاتفاقي وأخفى السفينة اليوم عن الوصول للبطولة. على اليمين افرح يا عم، الفائز يفرح وانبسط وغني وقول لحمد الله، جت على ما تمنى من ولي العرش جزل الوهايب مع حق. والله ما تقدر تقول الفائز صاحبه، فاز الاتفاق ان اصحابه صافرة. الف 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 مبروك وسط هذا السجود الرائع للاعب الهلال، تعبيرا عن فرحتهم واحرازهم لهذه البطولة الغالية. الف الف مبروك للازرق، وحظا اوفرا وباسما لشقيقه الفريق الاتفاقي في اللقاءات القادمة، فوزا مستحقا للبطولة 46 للزعيم الهلالي في بطولة احرزها. استلام الكأس، استاد الملك فهد النهائي رقم 39، نعلم جميعا ان هذا الملعب استضاف عدة مباريات. هنا نشاهد الحكم الفرنسي غيك بولار الذي يقود هذه المباراة. كل التوفيق ان شاء الله للشباب شيخ الاندية الليث ولزعيم الاندية السعودية الهلال في ان يقدم صورة جيدة وممتعة لكل من يتابع هذه المباراة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية. في انتظار انطلاقة هذه المباراة وفي انتظار أن نستمتع جميعا بنهائي كبير في أول عرس رياضي على هذا الموسم في المملكة العربية السعودية، وطبعا بتشريف نائب أمير منطقة الرياض الأمير سلطان بن عبد العزيز. الكرة إلى محمد نامي، محمد نامي مع الكرة يلعب عرضية أمام مرمى خطيرة وبالرأس تتحول للاعب عبد الله السوري، يحاول يعد عرضية أمام مرمى خطرة. فريق الهلال اللاعب فهد المفرج. اذا صافرة المباراة، صافرة حكم المباراة الحكم الفرنسي غيك بولار، يعلن نهاية المباراة وفوز هلالي بهدف فهد المفرج. مبروك مبروك مبروك، الف 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 مبروك للفريق الهلالي هذا اللقب وتحقيق البطولة على حساب الشباب. مبروك للجماهير الهلالية، مبروك لكل هلالي هذا اللقب الجديد الذي يضاف لل... على كرت أحمر عن هذه المباراة. إذن محمد الدايع لاقى الحراس. عبد الله المعيوف حارس مرمى من الخلف، مسعد جفير البيسي وليد عبد ربه الحربي على رشاني في خط الوسط، معتز الموسى وايضا محمد السفري و على رشاني، وكذلك خط المقدمه مارسينيو ديزي السعوديه تابع معتز ومالك، محاوله من جديد سيمو سيمر، هذه كره من هوبا. إنه لا يرحم، إنه لا يرحم، إنه
مكاناته. كرة ملعوبة لمصلحة ياسر، ياسر يمر، ياسر يحاول داخل المنطقة ولكن تقدم جول. الزعيم يعادل، الأهلي يسجل والزعيم يعادل، الحوت الأزرق يسجل التعادل في سطور، يسجل التعادل في سطور ويعيد هذه المروحية السويدية. وخصوصا انني مع الزعيم، يا سلام ياسر يمرر الكورة ولهمسة خطيرة، يلعب عرضية، كورة خطيرة، من الجانبين مطلوب فيه التسجيل. هنا كرة الآن تأتي، ياسر قحطاني تقدم في كرة، يلعبها الآن لويلهامسون في الجهة اليمنى لعمل الهلالي لمراوغة للأشقر. كانديرون انهى التغييرات، هذه كره انفراد الخامس. نواف بن عابد يسجل، يسجل الخامس. نواف نواف اللي قال لي ما اشوف قدامي للفوز، قلت السيناريو حتى لو كانت الخساره قويه التي حضرت وحاولت ولكن الامور لم تسر كما يريدون. الصافره في التسعين بالضبط تاتي للحكم كارلوس كارفالو فراسكو الدولي معلنة نهاية هذا العرس الكروي الكبير لمحتكر هذه البطولة. يتسلم القائد نادي الهلال ياسر القحطاني. المنظر الجميل، هنا جمهور الزعيم، هنا الأجواء، هنا البطولات، هنا مع بطولة الدوري ووصل للعالمية لبطولة العالم للأندية قبل 3 سنوات من الآن في البطولة التي استضافتها عاصمة الإمارات أبو ظبي.
ريتزولي صفر، فكلنا شوق لهذه المباراة. عامر عبد الله المري يحييكم عبر الرياضية السعودية الأولى الناقلة لأحداث هذا النهائي الكبير والمنتظر. البيشي على الطرف الأيمن بمشالي ولي، كرة أمامية للهلال في المرمى، الله، هم متعودين وهم ناويين، هم الهلاليين. من شخص الآن يكلمنا عن الاشتباه بالهدف، ودنا نشوفه ونقول رأينا. بيشي بيمر، بيشي بيتوقل، الهلال الهلال الهلال، يا سلام! مايكون الجديد يصنع ليعلن عن تقدم الزعيم بهدف ثاني. موج عالي يغرق النواخذة، موج عالي فيها أحد، كرة تقالي، تقالي بيلعبها، كرة يتفق بالمرمى، السلام! كوكب الشرق يشرق مجدداً، وهو اللي أنهاها، لحن الاتفاق يضعها في المرمى، هي كانت من كلماته، وكانت من ألحانه. بسنا يا حسين، الله يزيد ويبارك. كرة ملعوبة عالية أمامية، ريتزولي يطلق صفرته، يعلن تتويج الهلال بطلا لكأس ولي العهد للمرة الخامسة على التوالي.